ملك الأرض ليس العمل الكوري الأول الذي يثير غضب الجمهور العربي. في 2017 اضطر صناع مسلسل Man Who Dies to Live للاعتذار عن التصوير المسيء للثقافة العربية والاستهزاء بمشاعر المسلمين في أكثر من مشهد. وبالنسبة للأمثلة في هوليوود فحدث ولا حرج. عام 2006 هددت حكومة كازاخستان بمقاضاة الممثل البريطاني ساشا بارون بعد صدور فيلم بورات ومنعت عرضه لأنه يتناول صحفي كازاخستاني يعطي صورة سلبية عن بلاده عند زيارته لأمريكا. فيلم جاكي شان راش أور والذي حقق نجاحاً ساحقاً عند عرضه أزعج الكثير من الأمريكيين الآسيويين بسبب النكات العنصرية على أساس العرق والصور النمطية المهينة تجاه الآسيويين بحسب رأيهم. أخيراً دعا العديد من السكان الأصليين في أمريكا إلى مقاطعة الجزء الثاني من أفاتار خلال العام الماضي على أساس أنه يستولي على ثقافتهم ويضع السكان الأصليين في قوالب نمطية عنصرية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.